مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بسيده الاعمال المميزه والجميله مس بشاير، صاحبه صالون بي بي صالون. اهلا وسهلا فيكي مس بشاير. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه، كيفك؟ يعطيك العافيه، تمام. نورتينا بالبرنامج. اشكركم على الاستضافه الجميله. شكرا لك مس بشاير. حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بدأتي تاسيس صالون بيبي؟ معكم بشاير خالد من السعوديه، مقيمه بالامارات من 7 سنين. سبب جيتي للامارات كانت للجامعه لتكمله دراستي. درست في الجامعه الكنديه، ومن ثاني سنه من الجامعه حبيت اني انا اشتغل صراحه واقضي وقت فراغي في شغل جميل في بلد ما شاء الله متطوره وسريعه في التطور مثل بلد الامارات. ففتحت الصالون من 6 سنين تقريبا، الان داخل على 7 سنة ان شاء الله. نعم ما شاء الله. مس بشاير، حابين نعرف ايه الخدمات اللي بتقدميها هنا في بي بي صالون؟ طبعا بنقدم ما شاء الله جميع الخدمات اللي هو من رجال ونساء. بدايه احنا كنا فاتحين محل واحد، من 3 سنة ما شاء الله وسعنا واخذنا المحل الثاني وسعنا المحل، صار عندي خدمات رجاليه ونسائيه. طبعا الخدمات النسائيه تشمل اللي هي الاظافر، الشعر، المعالجات الشعر، الصبغات، كل ما يشمل الشعر. نعم. عندنا تنظيف البشرة، الاهتمام بالبشرة، المساج، السبا. كان عندي حمام مغربي بس كفلته. نعم. فكل ما يخص السبا والصالون موجود عندنا، والخدمات الرجالية كذلك اللي هي من الشعر، من تنظيف البشرة، من أظافر، من مساج، وكل ما يشمل معالجات الشعر كذلك. يعني ما شاء الله هنا الصالون شامل كل حاجة للمرأة وللرجال، كل يعني العائلة كاملة تقدر تجي عندي وهي مرتاحة. نعم ما شاء الله. مس بشاير، حابين نعرف التميز اللي انت تميزتي بيه هنا في بي بي صالون، طبعا في ظل المنافسة الشديدة هنا موجودة بالإمارات في صالونات كتير مشابهة مثل صالون بي بي، المميز في صالون بي بي؟ شوفي، احنا اللي ميزنا ان احنا فريزون. نعم. الفريزون هنا احنا نقدر نفتح 24 ساعة. إيه؟ فوفرنا للعميل هذه الميزة، بحيث انه في ناس تقول لك انا احب اجي بالليل يكون الصالون فاضي، يكون الصالون برايفت كامل حقي. نعم. انا وعائلتي، انا وزوجي، انا وصديقاتي. نعم. فوفرنا هذه الميزة بحجز مسبق طبعا. نعم. اذا احد حاب ان الصالون يكون خاص فيه، فخلال 24 ساعة يتم الحجز، والصالون صالونهم يعني مفتوحين ما شاء الله. الستاف عندي كامل تقريبا 18 استاف من نساء ورجال ما شاء الله، متوفرين 24 ساعة. فهذا تقريبا اكثر شيء يميزنا، لانه نادرا ما بتلقوا صالون مفتوح 24 ساعة. دي حقيقة، انا اول فعلا مرة اقابل صالون فاتح 24 ساعة. نعم، والحلو فيه انه يتم حجزه بالكامل للعملاء اللي حاجزينه اللي حابين. يعني فينا نقول فيه كمان ميزة ان هو في اي بي للعميل اللي عايز ياخد الصالون تقريبا، وكذلك خدمة المنازل عندنا 24 ساعة بعد مع حجز مسبق. نعم ما شاء الله. مس بشاير، حابين نعرف نظرتك المستقبليه ان شاء الله. ان شاء الله يكون لي فروع لبيبي صالون بكل مكان ان شاء الله، نقول بالخليج، من ثم ان شاء الله ننتقل للعالم، يكون موجود بكل المدن باذن الله. لان حقيقه الصالون متعوب عليه من ستاف، من خدمات، من يعني بادق التفاصيل قاعده احاول اوفر كل ما يحتاجه العميل من وقت، من خدمه، من فاينل لوك، من ممكن ناس جايه من سفر تبغى تسافر بالليل، تبغى خدمه بالليل. فانا بحاول اوفر كل الاشياء الصغيره اللي يحتاجها العميل. فان شاء الله يكون في توسع لنا كبير. مبدئيا احنا متواجدين بالامارات، وباذن الله في خطه مستقبليه انه نكون في اقرب وقت في السعوديه، الرياض وجده ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والنجاح مس بشاير بالمستقبل ان شاء الله. يعطيك العافيه. انا عرفت مس بشاير ان حضرتك عندك برايفت المنتج الخاص بيكي كمان هنا، فينا نقول ده شيء مميز لك. نعم صحيح، عندي منتجات بي بي كير اللي هي منتجات عناية بالبشرة. نعم. عناية بالشعر، عناية بالرموش، كل ما يخص جمال المرأة، وهي منتجات طبيعية. نعم. بلس ان عندنا ان شاء الله خطة على الفترة الجاية، راح يكون عندنا منتجات كثيرة تخص الأظافر والشعر اللي هي لمستلزمات الصوالين اللي هو الصالون يوزد، مثل الأكريليك، البوليش، الجلش، ان شاء الله بيتم توفيرها في الجي سي سي كامل اللي هو من الإمارات ان شاء الله الى الخليج، ومن ثم الكويت والبحرين وقطر باذن الله. فراح يكون عندنا خط كامل للانتاج لمستلزمات الصوالين كامله. ما شاء الله ما شاء الله مس بشاير، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله بالمستقبل. يعطيك العافيه مس بشاير. طبعا احنا في افضل بلد هنا بالامارات، موجود نعمه الامن والامان لكل المستثمرين هنا ان هم يستثمروا. ازاي قدرت تساعد نعمه الامن والامان بالاخص تساعد مس بشاير ان هي تستثمر هنا بالامارات؟
والله أول شيء أقدر أقول السعودي إماراتي والإماراتي السعودي، فهذه بلدي الثانية، بلد الأمن والأمان. هالبلد كانت لها يعني فضل كبير علي من ناحية الإحساس اللي حسيته، من يعني كأني صراحة قاعدة بالسعودية، من أمان، من أهل، من الشعب الإماراتي، شعب قريب لقلبي مرة، لدرجة يعني حتى قاعدة أقول أنا كيف بطلع من هذا البلد وبرجع السعودية. يعني صار لي علاقات كثيرة، صداقة وعوائل من الإمارات قريبين لقلبي، زائد أن البلد سريعة التطور، سريعة التغيير. فأنا أنصح أي أحد بيفتح بالإمارات، فهي بلد مناسبة جدا لسرعة التطور وسرعة الانطلاق إن شاء الله. نعم أكيد. نشكرك كثير ميس بشير لوجودك معنا بالبرنامج. بالأخير حابين نقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع بي بي صالون. طبعا عندنا حسابات في كل ما يخص مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو إنستغرام، سناب شات، تويتر، فيسبوك، جوجل ماب كذلك. طبعا تقدرون تحصلونا باسم الصالون بي بي صالون، وعندي كمان حسابات خاصة فيني بشاير الخير على كل مواقع التواصل الاجتماعي كذلك. نعم أكيد. شكرا، شكرك كثير، نورتينا بالبرنامج ميس بشاير. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله. يعطيك العافية.